شلون؟ لك تضرب انت بالخط، لو عارفان هيك خطك ما كنت خليتك تكتب، كنت انا كتبت. يا سيدي الله ماشي الحال، اصلا مين حيقرا؟ شو صار معكم؟ شو ما شرى؟ يلا لاحقني. لاحق طبعا، ما بيجي غير كل شيء يكون جاهز. اكيد بده البسطه جاهزه من جميعه لحتى يشرف حضرتك. كم كيلو وزنتوا له؟ 10. لو جبنا له ميزان وارتحنا من هالقصه ما كان احسن. قلت لك كلها شغله لبن وعم بتسلاي مشان الهي، بدك تحطتنا حق ميزان. شو اجا اجا عمي، نحن اشترينا لك هذا الصباط للمشاوير الراكزه مو للبسطه. شو رايك اقدم لك طلب وحط عليه طابع ب60 قرش وبدي البس لك الصباط؟ لا عمي، انا مو هيك قصدي. يلا تركوني يترزق ولا بدكم تقعدوا راقوفوا راسي؟ لا ابن عمي، فايتين نحن فايتين. ترزق حبيبي. بالكيس كم كيلو حاطي؟ بكل كيس في كيلو عمي، كيلو. يلا عم اذا احتجت لمساعده اندهلي. ايه على مهلك على مهلك وعقت البسطة. عندك لبان؟ شو شايف حبيبي؟ لبان. معناها شو يا كربوش؟ بدي نص كيلو. نص كيلو ما بيكفي، خد كيلو. عيالنا نص كيلو، الكيلو بحمض عنا. ايه بدك تاخد كيلو ورجلك فوق راسك. ما معي هذا عشان ليرات حق نص كيلو. هات بكفوا وهي كيلو. حليت. مرحبا اخي. اهلين. ريحتني مشوار لاخر حالك. بدك لبن؟ بدي نص كيلو. اوه علينا، علقتوا على نص كيلو، خد كيلو. اوه ما عدير حال نص كيلو. خد ما بدنا حقه. ايش مش حادة؟ مو شحادة، بدك تاخده ورجلك فوق راسك. خد هي حال نص كيلو. عامل لك حل، طلعت لي اخلاقي حل.